أهلا بكم. اهتزت مدينة فاس اليوم فجر الخميس 19 غشت 2021 على وقع جريمتين متتاليتين. الجريمة الثانية بحي بن سودة بمدينة فاس، حيث تم قتل باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك على يد شخص آخر يبلغ من العمر في الثلاثينيات من العمر. ووفقا لما ذكرته مصادر صحفية، فقد أصيب الضحية بطعنات بليغة على مستوى البطن والصدر، نتج عنها نزيف حاد فارق على إثره الحياة، فطرق سيره بعد وصوله إلى قسم المستعجلات بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. المصادر الصحفية ذاتها أفادت بأن الضحية الملقب بصبع قام بالعربدة وهو في حالة سكر طافح بجوار منزل أسرة المشتبه فيه الملقب بالطبلة، مما أثار غضب هذا الأخير، موردة أن النزاع بين الطرفين تطور إلى مواجهة استعملت فيها الأسلحة البيضاء. وبعد وقت وجيز من وقوع هذا الحادث، تضيف المصادر الصحفية، تمكنت المصالح الأمنية بفاس من توقيف المشتبه به باقتراف هذه الجريمة من داخل منزل أسرته وحز أسلحة البيضاء التي استعملت في هذه المواجهة الدامية. السؤال: لماذا تتكرر جرائم القتل البشعة بفاس في كل هذه المدة القصيرة؟ المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.